التخطيط، العمل، المتابعة، صفات تميز فقرة الجندي المجهول لهذا اليوم، وهم مساحي تخطيط الشبكات الكهربائية. يعملون بصمت فاعل ويشكلون الرؤى والتطلعات لمستقبل الطاقة في الإمارة الباسمة. يتوجب عملهم إحداث الفارق وتسهيل مهام المكاتب وفرق العمل الأخرى، ويعتمدون مشاريع التخطيط من خلال مكتب إدارة المشاريع الاستثمارية إيذاناً بتحويلها للأقسام المختصة ومناقشة أفضل الحلول واعتمادها ورفع التوصيات بشأنها، إيماناً منهم بالدور المفصلي الملقى على عاتقهم. دقت ساعة الصفر، فعملهم لا يقتصر على التخطيط المكتبي، بل يتوجب عليهم المتابعة الميدانية على أرض الواقع. فيتحملون مشاق الوصول للمواقع بحكم حداثتها وعدم إيفاء البنية التحتية بها. يتطلب عملهم الدقة، ويعتمدون على أفضل الأجهزة الحديثة للتخطيط الأمثل والمسح الأشمل للشبكة الكهربائية. نعم، أنتم أبطال حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بانضمامكم معنا في فقرة الجندي المجهول.